امام النصر التعديل، لكن ابراهيم حسن كلمه السر ابراهيم حسن، الخطوره للدراويش لما ابراهيم حسن بيمسك الكوره، لما بيلعب البينيات، بصوا من لمسه واحده اري والتفاهم ما بينه وما بين كريم بابو اللي بيلعب لمسه ولعبه واحده والثانيه في المرمى من غير اي فلسفه من غير اي تعقيد، رقص اثنين بلمسه واحده دبش وعلي فرج، والثانيه كانت في المرمى، هدف اول للدراويش. سجل امام النصر التعدين هدفين امام المقاولون العرب وامام الداخليه، ونفتح القوس ونضيف بتروجيت. هيقرب يحطها ممكن ناحيه اليمين، حطها حلوه ناحيه اليمين، وجيه عبد الحكيم، وجيه وابراهيم مره ثانيه، السلام يا ولد، حلوه 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 حلوه، جول حلوه جول، هو ده السامبا وهو ده الكلام وهو ده درويش الكره المصريه، الكره الحلوه الكره الجميله، بامبو بيحرز هدف ثاني في الدقيقه 53، لكن يا سلام يا ولد، حلوه 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 من وجيه عبد الحكيم، واجمل من ابراهيم حسن اللي بيلعبها عرضيه وجيه عبد الحكيم وتروح لبامبو اللي بيحرز الهدف الثاني لنادي الاسماعيلي. متعنا يا مخرج ومتعونا مره ثانيه، ابراهيم حسن مش ممكن على حلاوته كوره، الراجل عملها وشالها حلوه قوي، حلوه حلوه اللمسه الواحده، والراجل هنا خط ظهر بتروجيت بيتفرجوا على كريم بامبو، حلوه يا ولد، حلوه حلوه، هفضل اقول حلوه للصبح من ابراهيم حسن.